ربنا يخليك. انا متوتره شويه. ليه بتتوتر ليه وانتوا؟ انا عايز اعرف اذا الناس بتتوتر ليه؟ انا بعض في بيت بعض بقى لنا 4 سنين اهوت وبقينا اصحاب وحبايب. مش متوتره بالعكس، مش متوتره بسبب صاحبي، سبب يعني مرض عندي اللي خلاني اتوتر شويه. تمام، اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي، الف سلام عليك. اتفضلي. الحمد لله. والله دكتوره انا يعني مشكلتي اني حولت بيتي من بيت سعيد الى بيت حزين، ومن بيت بهيج الى بيت كئيب. ليه؟ بسبب يعني بسبب عصبيتي ومزاجي. والضحيه اولادي وزوجي الله يبارك له، يعني المسكين يتحمل يتحمل صعوبه الاولاد والمشقه. عمر زواجك كم سنه يا مؤنس؟ عمر زواجك كم سنه؟ 20 سنه. حبيبتي 20 سنه. واولادك اكبرهم كم سنه واصغرهم كم سنه؟ اكبرهم 16 سنه والصغيره عندها 7 سنين. تمام، الله يبارك لك فيهم. من امتى يعني ابتديتي ابتدت العصبيه تاثر على الحياه؟ بقى لها كم قد ايه؟ بقى لها من بدايه المرض يعني 2019 و17 مرض ايه؟ والله مرض يعني مرض، هو مرض اعصاب. عصب هي بيأثر على الاعصاب، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله انا راضيه بابتلائي الحمد لله. بس مرات يعني اكون صابره وراضيه، ومرات بضعف خصوصا لما بيطلبوا اولادي مني حاجه يعني انا ما استطيع القيام به، يعني احس يعني اني ضعيفه، لهذا يعني اتعصب على اولادي. ما عرفش يعني كيف اوضح، يعني المرض هو اللي خلاني اكثر عصبيه. تمام. المرض عصب روماتايد مثلا في الايد، مش بتقدري تشيلي، في وجع في الرقبه، يعني اشرحي لي نوعيه المرض العصبي ايه؟ والله يا حبيبتي يعني اكاد لا اتحرك من مكاني. حبيبتي يعني شبه مشلوله، الحمد لله الحمد لله من الابتلاء العظيم. الحمد لله الحمد لله. بس يعني مش فاكره الحاجه الوحيده اللي بتقهرني يعني ان زوجي يتحمل مسؤوليه البيت، مسؤوليه الاولاد، مسؤوليه كل شيء، حتى من الطبيخ الى الغسيل الى كل شيء. يعني هو ما بيبكي ولا يعني هو راضي، بس انا دائما احس بتانيب الضمير، يعني لازم اساعده. هو ما بي يعني هو راضي الحمد لله، يعني يعطيني القوه، يعني يقول لي هذا الشيء هذا هو ابتلاء الله عز وجل، ولكني دائما انا اؤنب نفسي، يعني عندي تانيب الضمير. طيب سؤالك ليا ايه يا مؤنس؟ يعني كيف يعني هذا الابتلاء الحمد لله، يعني كيف اكون راضيه وصابره؟ انا احس انني صابره ولكن ينقصني نوع من الرضا. تمام، يعني كيف يجتمع الرضا مع حاضر مع الصبر. حاضر يا حبيبتي قلبي. اولا تنسيني بالدماغ حبيبتي، والله احبك من غير ما تقولي انا كنت ادعي. هو اللي بيصبرني حبيبي، كلامك هو اللي بيصبرني دائما. اتفرج يعني والله لا استطيع حتى اتمام الكلام، سامحيني. الف سلام عليك. عليكم السلام يا ام انس، الف سلام عليك. اسال الله العظيم يعني باسمه الشافي المعافي يا رب يتم شفاك شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين. اللهم اتم شفاك شفاء لا يغادر بحولي وقوتي، هو القادر باسمه الشافي المعافي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، وكل اللي بيسمعنا يا جماعه يقول امين ويدعي لها بالشفاء. ده ابتلاء، والحمد لله انت ست مؤمنه وصابره، وقولي انا صابره. اوصل للرضا هو الحته بس بتوجع، ساعات بنعيط على فكره ما يجي القدر ويجي الابتلاء نعيط ويبقى صعبان علينا وكذا، ده مش معناه ان احنا مش راضيين، ولكن يعني قوه تحملنا ضعيفه. ندعو الله سبحانه وتعالى، نسال من ربنا العون دايما، ده يبقى الحال القلب. حتى لو بكيت، حتى لو الامر شديد عليا وببكي، مش قادره اخدم عيالي، مش قادره اقوم اعمل لهم كذا. زوجي بيقول بقالك 20 سنه متجوزه، 17 سنه بتخدميهم، ومن 2017 بقالك 3 سنين اهو بس هو اللي انت قصرتي في الامر، والراجل يعني شايل الجميله ليكي وبتدعي له. جميل جميل ان انا الله يبارك له زوجي، الله يكرمه، مش متضرر، قسموا المهام على الاولاد والاولاد يساعدوا والكلام ده. ابتلاء، نصبر على ده، الله سبحانه وتعالى يشفيكي بشفاء ويداويكي بدواء، اللهم امين يا رب. ما تقلقيش، ده ابتلاء تصبري عليه تاخدي الاجر. طب انا عايزه ارضى بالامر، والله لعله جه في ده يقول مثلا قضى اخف من قضى، لعل لي درجة في الجنة لن ألولها إلا بالصبر والرضا على هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي لي من الدرجات والحسنات. كل ده بقوله لنفسي وصبر نفسي، ما مش هتيجي الزرار يعني
الصبر والرضا مزرار، ولكن بعود انما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، اتصبر وصبر نفسي مره في مره، اقول لنفسي ليا الاجر ليا الاجر ليا الاجر. اصحاب الامراض والعاهات واصحاب الاحتياجات كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بيها ياتوا يوم القيامه ولا عليهم شيء ولا عليهم شيء. الناس كلها تتمنى ان يبقى عندها ابتلاءات في الدنيا وعندها اصحاب يعني من 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 اصحاب الحرج اللي رفع عليهم الحرج دولت، علشان ما ولا عليهم ولا سيء، خلاص اتغفر. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويثبتك ويشفيكي ويرضيك اللهم امين، وبتبقى كده يعني من عند ربنا من غير حول منك ولا قوه، من عند الله سبحانه وتعالى. اوصيكم بالاستغفار وكثره الصدقات بنيه الشفاء اللهم امين يا بنتي.